ومن اهلي الجزيره مع كريم نروح لاهلي مدينه نصر مع فاروق صلاح ونعرف منه اخر الاخبار والاجواء عندك ايه. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، الكابتن هاني رمزي، والكابتن عادل عبد الرحمن، والشكر موصول للزميل العزيز كريم احمد في مقر النادي الاهلي بالجزيره من هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، يعني وسط اجواء جماهيريه حماسيه من جانب اعضاء النادي الاهلي على الرغم من بروده الطقس ووصول درجه الحراره ل 12 درجه مئويه. الجميع هنا في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر حريص ان هو يكون متواجد. طبعا الجلسات هنا في فرع مدينه نصر لا تخلو من الحديث، طبعا انت عارف يا كابتن ايمن وانت داخل فرع مدينه نصر جلسات الاعضاء يعني كل الاعضاء قاعدين، استوديوهات تحليليه مصغره للمباراه، الجميع بيسترجع اجواء المونديال، الحدث التاريخي اللي موجود فيه النادي الاهلي، مواجهه النادي الاهلي والدحيل. الجميع يعني اول مع خروج التشكيل للنادي الاهلي الجميع كان بيتكلموا وتناقشوا مع بعض على الخطه اللي بيلعب بيها المستر بيتسو موسيماني، على يعني عايز اقول لك ان لا حديث يعلو داخل فرع مدينه نصر عن اجواء اللقاء، عن اوراق الاوراق والتشكيل والاوراق اللي النادي الاهلي يقدر يلعب بيها. يعني من الواضح كمان يا كابتن ايمن ان خلال الفتره الماضيه الجميع كان بيتابع قناه النادي الاهلي يعني طول الوقت، فالجميع يعني كل الاعضاء عارفين كل التفاصيل عن فريق الدحيل عن الفرق. عايز اقول لك ايضا هنا اداره النادي الاهلي بفرع مدينه نصر خصصت اكثر من مكان لمشاهده هذا اللقاء، هنا الشاشه الرئيسيه في الحديقه الرئيسيه وايضا الشاشه الرئيسيه الموجوده في منطقه الفوت كورت بجانب احد الشاشات الموجوده في منطقه الترفيهيه والمبنى الاداري. هنا في يعني تطبيق تام للاجراءات الاحترازيه من دخولك لبوابه النادي، تعليمات وتجديدات من العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر والعميد محمود حزين مدير الامن، يعني مراجعه كل الامور يعني مراعاه التباعد الاجتماعي. اطمنك ويعني اقول ان شاء الله كل الجماهير متفائلة ان شاء الله تكون بداية موفقة للنادي الاهلي، الجميع لا ينظر الى المباريات الاخرى، الجميع بينظر للمباراة الاولى، كل الاعضاء هنا بتتكلم بتقول احنا عندنا مباراة مهمة، نعدي المباراة الاولى ثم يعني كل حدث حديث، دي كل التفاصيل كل الكواليس من هنا بفرع مدينة نصر. من جديد تعود ليك الكلمة يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.